حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من برنامج كشك الصحافة، أهلا بكم وأبدأها بالعناوين. موقع إخباري يتساءل ماذا بعد انتصار القوات الحكومية في شبوة. صحيفة بريطانية تتحدث عن شارع بالقاهرة يعيد إلى اليابانيين ذكرياتهم عن وطنهم. ومن أخبارنا المنوعة، ترامب يقترح قصف الأعاصير بقنابل نووية قبل وصولها. حين اطلع السفير البريطاني لدى اليمن على ما نشره موقع المجلس الانتقالي حول لقائه بعيدروس الزبيدي، تفاجأ واعتبر أن كل ما نشر ليس حقيقياً. وفقا لموقع عدن الغد، السفير البريطاني يكذب الانتقالي، هذا ما قلته لعيدروس الزبيدي. ووفقا للموقع، فقد نفى السفير البريطاني حديثا نشره موقع المجلس الانتقالي على لسانه توضيحا للقاء جمع السفير مايكل أرون برئيس المجلس الانتقالي في أبوظبي. وقال مايكل أرون إن ما نقله موقع المجلس الانتقالي عنه غير صحيح، ونشر أرون توضيحا على صفحته بتويتر قال فيه: أوضحت للزبيدي أن المرحلة تتطلب التفافا حول الحكومة الشرعية وليس مزيدا من الصراع. وأضاف: قلت لعيدروس إن المملكة العربية أو المملكة المتحدة تريد من جميع الأطراف التي ترفض الاحتلال الحوثي غير القانوني أن تتحد سياسيا. ويضيف السفير الذي تعرضت تصريحاته لتغيير من قبل محرري موقع الانتقالي: اليمنيون يستحقون حكومة قوية وليس المزيد من الصراع. يطرح موقع بلقيس سؤالا هاما، قال إنه يجب الإجابة عليه، وعنوان الموقع: ماذا بعد انتصار القوات الحكومية في شبوة؟ أسئلة هامة وكبيرة تفرض نفسها حول ما يجب على الشرعية القيام به بعد الانتصار الذي حققه الجيش في محافظة شبوة، والبدء بعملية تقليم أظافر الانتقالية المدعوم من الإمارات، حيث تحوي شبوة على ميناء بلحاف الذي يتم تصدير الغاز المسال منه، وميناء بئر علي أحد أهم موانئ تصدير النفط، وبالسيطرة عليهما سيكون بمقدور الشرعية استئناف تصدير الغاز والنفط. وتعليقا على زيارة رئيس الحكومة إلى شبوة عقب إخماد التمرد، يرى الموقع أن من شأن ذلك إرسال رسائل إيجابية للسلطة المحلية وللقوات العسكرية، وقبل ذلك للإمارات ومن تمولهم في المحافظات الجنوبية. غير أن تلك الزيارة بحسب مراقبين يجب أن تكون تدشينا لمرحلة جديدة من التحضير لإنهاء التمرد في عدن، واستمرار النبرة المرتفعة شعبيا ورسميا في وجه محاولات تفتيت اليمن. عن المجلس الانتقالي وعسكرة القضية الجنوبية، كتب خالد عبد الهادي مقاله الذي تنشره موقع بلقيس: كان المجلس الانتقالي الجنوبي يهيئ نفسه لتسلم حكم الجنوب، ظناً أن جملة الظروف القسرية وغير الموضوعية التي اخترعتها الإمارات العربية المتحدة هناك كافية لتنصيبه على عرش دولة جديدة. والمنطقي أن يكون بين النتائج السريعة المترتبة على معركة شبوة انقشاع الوهم الذي نما في رؤوس قادة الانتقالي ومن ورائهم حكام الإمارات. توهم الانتقالي أن الجنوب الذي لملمت أجزاءه الجبهة القومية بشروط ستينيات القرن الماضي وظروفها ما زال قطعة جاهزة وكتلة واحدة مصمتة تنتظر رجاله الظافرين العائدين من معارك تنقية الجغرافيا الجنوبية ليعتلوا سدة الحكم. وتلبست عقول حكام الإمارات أحلام إمبراطورية ساخرة، فتوهموا أن طفرة الثروة التي يتمرغون في عوائدها تمنحهم القدرة على إعادة رسم خرائط البلدان والوصاية عليها تقليداً لسلوك الإمبراطوريات الاستعمارية. قطعت الإمارات والنزعات السلطوية لدى قادة الانتقالي الطريق على تفاعلات القضية الجنوبية وإفرازاتها، فبدلاً من أن تصب حواراتها ورؤى فصائلها في إطار تمثيلي اختياري ذي طابع جماهيري وسياسي، جرى ابتداع صنيعة أمنية عسكرية تدعى المجلس الانتقالي ليكون وكيل أبو ظبي الخليص في جنوب البلاد ويحتكر تمثيل القضية. ولقد تجلت طبيعة المجلس السلطوية والتسلطية في عجزه عن إنتاج خطاب سياسي لائق بالقضية الجنوبية
ونزوعه الدائم منذ إشهاره إلى الحلول العنيفة والمغامرات العسكرية التي يراها سبيلاً وحيداً لإحياء دولة ما قبل 1990 في الجنوب. بهذه المغامرات تورط الانتقالي في عسكرة القضية الجنوبية، ولولا أن معركة شبوة كبحت اندفاعه لكان في طريقه لنقلها من خانة قوة القضية بسبب طبيعتها العادلة ومشروعيتها السياسية القانونية إلى خانة تغدو فيها مجرد قضية قوة. فشلت ميليشيا الانتقالي في السيطرة على محافظة شبوة بعد مواجهات عنيفة مع الجيش الوطني وقبائل المحافظة استمرت 4 أيام تكبدت الميليشيات فيها خسائر في العتاد وأيضا في الأرواح، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وأجبرت الميليشيات على الانسحاب من المحافظة بشكل كامل وفقا لما قاله تقرير موقع الصحوة نت بعنوان كيف أفشلت الشرعية مطامع نهب وتصدير ثروتها عبر بلحاف. وقال التقرير إن تحركات الانتقال كانت ضمن مخطط توسع الميليشيات في محافظات الجنوب، غير أن شبوة قطعت الطريق على المتآمرين على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأعادت للدولة اعتبارها ومكانتها ووحدة اليمن أرضاً وإنسانا. ويرى الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي محمد الجماعي أن معركة شبوة الهدف منها اقتصادي بالإضافة إلى الهدف العسكري والسياسي وكذلك إسقاط آخر منفذين بحريين للحكومة الشرعية بيد ميليشيا الانتقالي. وقال الموقع إن كثيرا من اليمنيين احتفلوا بما حققه الجيش في شبوة وتبادلوا التهاني مع صورة تعبيرية لأحد أبرز مشائخ شبوة بزيه اليمني التقليدي. من شبوة أيضا، حيث يعنون موقع مأرب بريسل، الحكومة تحسم أمر الوحدة العسكرية التي أعلنت انضمامها للشرعية وتصدر توجيهات مهمة. وقال الموقع إن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك وجه بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني بناء على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، كما وجه بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. شدد رئيس الوزراء خلال ترأس اجتماع للجنة الأمنية في شبوة دعم الحكومة الكامل للجنة الأمنية في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار. انتقد وزير الخارجية السابق عبد الملك المخلفي الكتاب العرب الذين يكتبون عن وحدة وانفصال اليمن دون دراية وطلاع على تاريخ البلد الذي يشهد مرحلة من أصعب مراحله. وقال المخلفي في مقال نشرته جريدة الأهرام المصرية: اليمن بلد واحد ذو أصل واحد ولكنه شديد التنوع، خلق هذا التنوع العامل الجغرافي والتضاريس والعزلة والانقسامات والصراعات والاحتكاكات بالدول التي سيطرت على اليمن عربية أو إسلامية أو أجنبية، وصنعت كل هذه العوامل درجة تطور تاريخي مختلف في كل جزء من أجزائه، بل خلقت ثقافة متنوعة انعكست في الملبس والمأكل والغناء واللهجات وحتى الطباع والأمزجة، وكل ذلك كان يمكن أن يكون غنياً لهذا البلد العظيم ولشعبه العربي الأصيل ولتراثه ولأمته بل وللإنسانية. ولكن الصراع على السلطة والثروة بالإضافة إلى الفقر أدى إلى أن تنشأ في ظل الدولتين الوطنيتين المستقلتين اللتين قامتا في اليمن، دولة الإمامة المتوكلية وبعدها الجمهورية العربية اليمنية في الشمال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الجنوب، دول شديدة المركزية تحكمت فيها فئة أو قبيلة أو منطقة واحدة. فدولة الاستقلال في الجنوب أنشئت مركزية للهضبة الجنوبية ومناطق طوق عدن، وعندما قامت دولة الوحدة لم تقم دولة وطنية عادلة، وإنما ألحقت كلها بمركزية صنعاء وبقبائل طوق صنعاء التي كانت قد أنشأت دولة ألحقت مناطق الشمال بها. إن الحل الذي توصل إليه اليمنيون في الحوار الوطني بإقامة دولة اتحادية من 6 أقاليم كان حلاً تاريخياً لمشاكل اليمن، مشاكل الشمال والجنوب ومشاكل الشرق والغرب إلى آخره، يعترف بالتنوع ويحوله إلى طاقة وإبداع
وينهي الانقسامات والانفراد والصراع على السلطة والثروة. لكن قوى النفوذ القديم لم تستسلم، فقام الانقلاب الأول في صنعاء، انقلاب الحوثي، من أجل ضمان سيطرة الهضبة الشمالية على اليمن، مستنداً على فكر عنصري للهاشمية السياسية الزيدية تدعي الحق الإلهي. ولحق هذا الانقلاب الآن تمرد جديد للانتقالي في عدن، يقسم الجنوب أكثر مما يوحده ويعيده إلى وضع أنشئ في ظرف تاريخي ولا إمكانية لإعادته. إن حل مشكلة اليمن، والتي ندعو الأشقاء إلى الدعوة له والعمل من أجله ولو بالكلمة، هو إنهاء الانقلابات وإنهاء الحرب على أساس مرجعيات الحل الثلاث. أفادت السلطات الصحية في محافظة تعز، كما أوردت صحيفة العربية الجديد، تسجيل مئات حالات الإصابة بفيروس حمى الضنك منذ مطلع العام 2019 بالتزامن مع انتشار أمراض وأوبئة أخرى في البلاد بينها الكوليرا. وقال المسؤول الإعلامي في مكتب صحة تعز تيسير السامعي إن إجمالي عدد حالات الإصابة والاشتباه منذ يناير الماضي بلغ أكثر من 10,000 شخص، فيما توفيت حالة إصابة واحدة. وأوضح السامعي للعربية الجديد أن حالات الإصابة بالمرض تراجعت بشكل كبير بسبب حملات مكافحة وتوعية نفذها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وحمى الضنك في أماكن انتشار البعوض الناقل للمرض. غالبية المصابين بحمى الضنك في تعز شكوا من ارتفاع أسعار الأدوية نتيجة عدم توفرها في المرافق الصحية والمستشفيات الحكومية واحتكارها في الصيدليات الخاصة. نازحون وطلبة وباحثون عن فرصة سفر أو عمل ورجال أعمال ومسؤولون يمنيون، كانت مصر وجهتهم المفضلة وقاسما مشتركا يجمعهم هربا من كابوس الحرب الجاثمة على بلادهم. ويعنون موقع صحيفة الاندبندنت البريطانية بنسخته العربية: النازحون اليمنيون في مصر من كابوس الحرب إلى حلم العودة. وقال الموقع إن أكثر من مليون يمني في مصر بين نازح ومقيم وفق تقديرات غير رسمية، يتوزعون في مدن عدة أبرزها القاهرة، لدرجة أن بعض الأحياء غلب عليها الطابع اليمني بمطاعمها ومقاهيها. وقالت الاندبندنت البريطانية: لجأ يمنيون إلى الأحياء الشعبية التي تكون تكلفة الإيجار فيها أقل وفرصهم كبيرة للحصول على مسكن صغير يتناسب مع قدراتهم المالية، خاصة فيما يعجز الكثيرون عن سداد إيجار مساكنهم. تعتمد النسبة الأكبر من اليمنيين في مصر على مساعدات أقاربهم وعائلاتهم في الخارج، بينما يمتلك عدد منهم مشاريع تجارية، فيما هناك من يعتمد على مدخراته التي نفدت على أسر عديدة ووجدت نفسها بدون مأوى غير قادرة على تسديد نفقاتها المعيشية. تحولت مقاهي أحياء الدقي وفيصل بالجيزة إلى ملتقى لليمنيين وفرصة لتبادل الأخبار واستعادة الذكريات. الانتقال الديمقراطي يتطلب مخاطبة الجيش وتهميش الاستخبارات العربية. تحت هذا العنوان كتب حسين مجدوبي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي: لقد بدأت المؤسسات العسكرية العربية تدرك أنه حان وقت التغيير. لقد رأت بأم أعينها الشعارات الفارغة للزعماء الذين كانت تحميهم، وتبين لها لاحقاً أن أغلبهم من طينة اللصوص. الجندي العربي الآن يكتسب تدريجياً وعياً سياسياً يختلف عن تلك الدروس من الوطنية الرخيصة التي جرى تلقينه إياها في الثكنات، وهي تجسيد العدو في القوى الحية الراغبة في الديمقراطية والشفافية وليس في عدو خارجي. لكن الأهم نحو الانتقال هو ضرورة تركيز الشعوب على التغيير في صفوف ومفهوم عمل الأجهزة الاستخباراتية. لقد نجحت الثورة السودانية بعد تحييد نسبي وتدريجي لدور الاستخبارات، وتنجح الثورة الجزائرية وستنتهي بالديمقراطية نتيجة تقليص دور المخابرات. وليس من باب الصدف أن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي لم يجد معارضة
من طرف ضباط المؤسسة العسكرية الذين أجبروا الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي، بل وجد المعارضة والانقلاب من عبد الفتاح السيسي القادم من صفوف المخابرات الحربية. هناك فرق بين المؤسسة العسكرية والاستخباراتية، الأولى تكون أحياناً على الهامش ولكن تبقى وطنية في العمق، والثانية تتبنى وطنية شوفينية تنخرط في الدفاع عن النظام الحاكم وفي حالة العالم العربي النظام الفاسد في أغلب الأحيان، ولا تقوم بالدفاع عن الوطن. لضمان بناء الديمقراطية في العالم العربي يتطلب الأمر إعادة النظر في دور جهاز الاستخبارات، إذ لا يتوفر العالم العربي على استخبارات وطنية مثل الغربية التي تدافع عن مصالح البلاد، بل ليست حتى في مستوى الروسية والصينية التي تمزج بين القمع وخدمة الأهداف الوطنية الحقيقية مثل التجسس الصناعي والاقتصادي، بل يتوفر العالم العربي على أجهزة تتنافس في القمع والاغتيال وتتبارى في خدمة الأنظمة الفاسدة. المرحلة الجديدة من الربيع العربي بدأت تحمل معها وفق التجربة السودانية والجزائرية وقبلها التونسية تقزيم وتقليص دور الاستخبارات بمفهومها الدموي السابق، وعليه الثورات المقبلة في الدول التي تعاني من الدكتاتورية مطالبة بمخاطبة الجيش والعمل على تقزيم الاستخبارات. قالت صحيفة البيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح إلقاء قنابل نووية على الأعاصير كي تتلاشى قبل أن تضرب أراضي الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد موقع أكسيوس للأنباء والتكنولوجيا. وقال الموقع إنه خلال جلسة مخصصة لإطلاع الرئيس على آخر المستجدات المتعلقة بالأعاصير، سأل ترامب إن كان بالإمكان تعطيل الأعاصير التي تتشكل فوق السواحل الأفريقية عبر إلقاء قنبلة نووية في عين العاصفة. هذا التساؤل ليس الأول للرئيس الأمريكي، حيث أنه قدم مثل هذا الاقتراح في العام 2017 عندما سأل ترامب مسؤولا كبيرا عما إذا كان يجب على الإدارة أن تأمر بقصف الأعاصير لمنعها من الهبوط على اليابسة. البيت الأبيض رفض التعليق على التقرير، لكن مسؤولا رفيعا في الإدارة قال إن قصد ترامب ليس سيئا. فكرة ترامب ليست جديدة بحسب الموقع، فالاقتراح تم تقديمه في الأصل من قبل عالم حكومي في خمسينيات القرن الماضي. تطفو هذه الفكرة على السطح بين وقت وآخر، على الرغم من أن علماء يجمعون على استحالة نجاحها. أعلن زوجان بريطانيان عن بحثهما عن مربية لطفلتهما التي تبلغ من العمر 8 سنوات براتب قدره 48,000 دولار سنويا. تكون مهامها الأساسية بحسب الشرق الأوسط إعداد ابنتهما لتصبح إحدى نجمات موقع يوتيوب الخاص ببث مقاطع الفيديو في غضون 2. وقد أوضح الزوجان اللذين يعيشان في شرق لندن في الإعلان أن طفلتهما لديها بالفعل قناة على يوتيوب، حيث تقوم بمشاركة مقاطع فيديو عن الغناء ومستحضرات التجميل. وأضاف أنه سيتعين على المربية التي ستحصل على الوظيفة دعم الطفلة ومساعدتها أثناء تسجيلها ونشرها هذه الفيديوهات، بحيث تصبح إحدى نجمات الموقع في غضون 2. إنهما يفضلان توظيف مربية تمتلك حسابات ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن قرارهما هذا جاء بعد أن أدركا أن تسجيل الفيديوهات ورفعها على يوتيوب هو التسلية الوحيدة التي استهوت ابنتهما وأصبحت محور اهتماماتها. من جهته علق موقع يوتيوب على هذا الحدث بقوله إن الحد الأدنى لسن مستخدميه هو 13 عاما، وأنه يغلق الآلاف من الحسابات أسبوعيا بسبب هذه السياسة. المفكر العربي المعروف برهان غليوم يكتب عن الحالات الثلاث التي وصلت إليها الدول العربية التي شهدت ثورات، وأضاف في صحيفة العربية الجديد: في جميع الحالات التي أخفقت فيها الشعوب وفشلت في فتح الحوار بين الأطراف الرسمية والشعبية للبحث عن حل وسط تلتقي فيه إرادة الجمهور الثائر ومصالح الحفاظ على الدولة
والنظام العام، وبالتالي على البنية المؤسسية والأجهزة البيروقراطية والعسكرية والأمنية الرئيسية للدولة. كانت النتيجة مأساوية، تراوحت بين 3 حالات جميعها كارثية. الأولى الليبية التي انهارت فيها الدولة تماماً وتفككت، وأصبحت البلاد فريسة للصراع بين مجموعات مسلحة، لكل منها مشروعه الخاص، وهي تعمل أكثر من ذلك تحت وصاية الدول الأجنبية وبمساعدتها. وهذا هو الوضع أيضاً في اليمن، الذي يتخبط في حرب داخلية وإقليمية لا أفق واضحاً للخروج منها بعد. الثانية الحالة المصرية، التي ما أن أدت فيها أول انتخابات نظامية إلى نجاح ممثل المعارضة في الانتخابات الرئيسية، حتى ارتدت النخب الحاكمة التي خشيت على مصيرها ومصالحها على أعقابها، واختارت الانقلاب على الديمقراطية بذريعة مقاومة خطر سيطرة القوى الإسلامية. وكان من الطبيعي أن تؤسس هذه النخب التي غادرت بالتزاماتها تجاه الشعب والقضية الديمقراطية حكماً تسلطياً أكثر تطرفاً من سابقه، إذ لم تعد تكتفي باستعادة السيطرة بالقوة وتشديد القبضة الأمنية على المجتمع، وإنما تهدف أبعد من ذلك إلى القضاء على أرث الثورة واجتثاث أفكارها وتنظيماتها ونخبها من الجذور، حتى أصبح حكم الرئيس السابق حسني مبارك يبدو أمام النظام الجديد ديمقراطياً على الرغم من فساده المدوي. الحالة الثالثة هي الأسوأ، وهي السورية التي حافظ فيها النظام بفضل دعم غير المشروط لحلفائه الدوليين على تماسكه ووحدة أجهزته ونخبته القائدة أمام الانتفاضة الشعبية، وصمم منذ البداية على رفض أي مقاربة سياسية وقطع دابر ما أطلق عليها اسم المؤامرة الكونية على البلاد. وكانت النتيجة بدل الانتقال السياسي الذي كان يحلم به الجمهور المتطلع إلى التغيير نحو حكم ديمقراطي يضمن احترام الحقوق وحقوق الأفراد وحرياتهم، ويحافظ في الوقت نفسه على مؤسسات الدولة وبالتالي على أطرها الرئيسية وبنياتها الأساسية، شرعت أبواب البلاد للتدخلات الأجنبية، وصارت مسرحاً تفرغ فيه هذه الدول نزاعاتها وتدرب فيه جيوشها وتجرب أسلحتها. الأحداث السياسية بعيون عدسة مصوري صحيفة الجارديان البريطانية، بالإضافة إلى صور أخرى عن حياة الطبيعة وسحرها الخاص، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. يبدع رسامو الكاريكاتير من خلال رسوم تضاهي أخبارا وصورا عدة. في جولتنا لهذا اليوم نعرض عليكم مجموعة من هذه الرسوم. إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.